فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل بول الطفل نجس؟ وهل إذا جلس على السجادة التي أصلي عليها أنا وعليه بول، أو لمس جسدي هذا الطفل وفيه بول، فهل أقطع الصلاة؟ وهل أغسل المكان الذي أصابه ذلك؟ الطفل إن كان بنت جارية فهو مثل بول الكبير، يغسل مثل غسل بول الكبير 3 مرات أو 7 مرات حتى يزول. أما إن كان ذكرا ولم يأكل الطعام، مقتصر على الرضاع، فهذا يكفي رشه بالماء، نظفه بالماء، نجاسة مخففة. هذا بالنسبة للطفل الذكر الذي لم يأكل الطعام، يرش بالماء أو ينضح بالماء ويكفي هذا. بقيت السؤال، يقول: هل أغسل السجادة التي إن كان النجاسة رطبة فإنها تنجس ما لامسته، وإن كانت النجاسة يابسة فلا تضر. نعم.